يعني احنا لو اشتغل حاجة بس طب استنى بقى اما نجيب اسماء ده اللي طبخه ما هي معايا برضه الجدي كمان الجدي كمان خليك لا والله لا والله يا عليش تعالى في مكان الكرسي تعالى تعالى عليش هظبطك برضه هتشوف برضه جد برضه جوزاء هو عارف ان انا بحب هواي بقى كده الكرسي ايوه انا جد تعالي هنا تعالي كلنا الجد كلنا الجد احنا بنقسم في السنه الحظوظ والمشقات فاحنا الحظوظ اللي مستاثر بالقدر الاكبر من الحظوظ هو برج القوس والمستاثر بالقدر الاكبر من مش هقول مشقات لان هو اصلا متعود على الشقه برج الشقيانين عموما بس معلش بس انا اخد القدر الاكبر برج الشقيانين ده القوس برج القوس لا جد 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 كلهم شقيانين كمل جد يا ابني هباب الهباب انا اسف يا دكتور هباب الهباب الجد يا سيدي ناس طيبين قوي يا دكتور فالجد واخد شويه من المجهودات الزياده هو اصلا حد قد يعني حمول حمول جدا عنده قوه تحمل عاليه جدا وصبور فعلا وبيستحمل فعلا اللي ما حدش يستحمله فده هي شويه يعني انت مالك انت جوزين انت مالك كملي يعني برج الخروف تغيرات برضه ليس برج الخروف لانه هو زحل في البيت وعندك تغيرات كويسه زحل في بيت السنين يا دكتور دورات في ايه؟ نعم دورات في ايه؟ في الدم مثلا تطورات يعني طب ده برج الخروف لا انا برج انا بس عايز اعرف حاجه برج الجوزاء هغير العربية ولا هتفضل ممكن يغير العربية ممكن اغير العربية جوزاء صح؟ جوزاء برضه ايه الجدي برضه؟ لا جوزاء طب استنوا بس احنا كنا ماشيين الابراج الترابية والابراج المائية خلصناهم ولا لسه؟ مش عارف عشان ندخل على الهوائية يعني الراجل هوائية ابتدينا بيه سرطان انا تحبش في البيت عشان مش اي مشاكل شيرين جوزاء جوزاء هوائي ميزان ميزان عايز اسال عن ميزان بس لسه ما اتكلمش على الراجل الهوائي انما السنه دي هتبقى اخطر سنه هيشوف فيها حاجات ملهاش علاقه بالواقعيه وبالعمليه اللي هو متعود عليهم